السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ النهاردة إن شاء الله شرح البايو. الناس كانت عايزة نشرح على الباوربوينت بتاع الدكتور محمود عشان المذكرة فيها زيادات كتير والناس متلخبطة شوية. أول حاجة يا شباب، أكيد عرفتوا يعني إيه كربوهيدرات، اللي هي السكريات أو النشويات بالمعنى الأعم. النشويات يا سيدي بتمثل أصلا من الأكل بتاعك حوالي 60%. النشويات دي عبارة عن إيه؟ الرز، المكرونة، العيش، الحلويات عموما زي الهريسة والحاجات دي، كل دول أو كل السكريات أو كل النشويات دي هي الكربوهيدرات، هي عبارة عن صورة معقدة من الكربوهيدرات. هو جايب لك أمثلة هنا، يقول لك الستارش، النشا، الجلايكوجين اللي بتلاقيه في الكبد، السكروز، سكر الفاكهة، اللاكتوز، سكر الفواكه، سكر اللبن، اللاكتوز، ويقول لك السليلوز والمين، دول يعتبروا المين كربوهيدرات في الفود بتاعنا، في الاكل بتاعنا بنلاقي دول موجودين يعني بصوره كبيره. بعد كده لما نيجي نعرف الكربوهيدرات، بقول لك ان الكربوهيدرات اكيد خدتوا تعريفها، هي الدهيد اور كيتون ديريفاتيفز اوف بولي هيدريك الكحول اور اني سبستانس درايفد فروم ذيم. يعني ايه الكلام ده؟ حضراتكم اكيد عارفين يعني ايه كحول عديد الهيدروكسيل زي ما خدته في الثانويه، اللي هو بالشكل ده كده، اللي هو بيتكون من 3 ذرات كربون او اكتر، وعديد الهيدروكسيل في 3 هيدروكسيل جروب، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة. لما نيجي نعمل له نخليه كربوهيدرات، بنعمل ايه؟ بناخد الكحول عديد الهيدروكسيل ده ونضيف عليه يا اما مجموعه كيتون يا اما مجموعه الدهيد. مجموعه الكيتون اللي هي سي اتش لا لا مجموعه الالدهيد اللي هي سي اتش او، ومجموعه الكيتون اللي هي سي دبل بون او. عشان نحول الكحول ده لكربوهيدرات هنضيف عليه يا اما الجروب ده، يا اما الجروب ده اللي هو يا اما الالدهيد ده اسمه الدهيد اللي هو سي اتش او، يا اما نضيف عليه الكيتون. تمام. فهو لو جينا هنا كده زي الشكل هنا مراسم، لو جينا بصينا على الشكل اللي على اليمين، ادي ده هنا ضاف عليه مجموعة عايزين نمسح لو جينا نبص هنا على الشكل ده كده، هنلاقي ان هو اضاف مجموعة الـ CHO في الكحول فبقى الدهيد، والالدهيد ده كربوهيدرات. ولو جينا نبص هنا فهو اضاف مجموعة الـ CHO الـ C double bond O اللي هي مجموعة الكيتون فبقى كربوهيدرات برضو. فلو رجعنا للتعريف تاني هنلاقي ان هو كيتو الدهيد اور كيتون ديريفاتيفز، مشتقات يا اما الدهيد يا اما كيتون اوف بولي هيدريك الكحول. يبقى احنا لازم يكون عندنا بولي هيدريك الكحول اللي هو كحول عديد الهيدروكسيل، ضفنا عليه مجموعه الدهيد او مجموعه كيتون، او التعريف بقى او اي ماده درايفد فروم زيم، اي ماده نشتقهم منهم. يعني ممكن مثلا يكون كده اللي هو الدهيد او كيتون مشتقه من مجموعه كحوليات وضفنا عليه حاجه تانية. يعني هو المركب زي ما هو كده ركبنا فيه حاجه تانية، ركبنا في مثلا مجموعه ان اتش 3، ان اتش 2، مجموعه فوسفيت، هذه كلها اسمها المركبات، يعني مركبات اشتقنا منهم. فده كده تعريف الكربوهيدرات يا شباب. التعريف مهم تعرفوه، لكن الصيغه الكيميائيه ما تعرفوهاش. بالمناسبة الكحول الثلاثي ده الجليسرول اللي خدته في الثانوية، لو ضفنا عليه مجموعة الدهيد هيبقى اسمه جليسرال دهيد، لو ضفنا عليه مجموعة كيتون هيبقى اسمه داي هيدروكسي أسيتون. الجليسرال دهيد ده أبسط صورة للكربوهيدرات، هو الكربوهيدرات الثلاثي، والداي هيدروكسي أسيتون ده هو أبسط صورة للكيتو الكيتونز، يعني اللي هو الكربوهيدرات الكيتونز او الكيتون ديريفاتيفز.
والالدهيد ريفز اشهر حاجه ليها او ابسط حاجه ليها اللي هو الجليسرالدهيد. فخلاص احنا عرفنا التعريف. هنا امثله على الكربوهيدرات، جايب لك هنا في الصوره الجلوكوز، ده مثال على الكربوهيدرات، والفركتوز مثال على الكربوهيدرات، وهنا جايب لك السوربيتول. السوربيتول ده عباره عن كحول، احنا جبنا الجلوكوز ده واختزلنا مجموعه الالدهيد اللي فوق دي، الكلام ده ما تشغلش بالك بيه دلوقتي، هنتكلم عليه بعدين، وحولناه لكحول اللي هو كحول السوربيتول، يعني عدي الصيغه الكيميائيه دي. دي بقى امثله على الكربوهيدرات. اول حاجه بقول لك الجليسرول اللي هو الكحول الثلاثي، حولناه حطينا عليه مجموعه سي اتش او اللي هي مجموعه الالدهيد، فبقى جليسرالدهيد بالصيغه دي. لو حطينا عليه مجموعه سي دبل بوند او بقى كيتون واسمه دايهيدروكسيستون، يبقى احنا عندنا ابسط صوره او الشكل الثلاثي للكربوهيدرات اسمه جليسرالدهيد، الشكل الثلاثي للكيتون اسمه دايهيدروكسيستون، الالدهيد والكيتون. فاحنا عندنا مثال للالدوز ومثال للكيتوز. الدوز يعني كربوهيدرات فيها الدهيد جروب، وكيتوز يعني كربوهيدرات فيها كيتون جروب. الكلاسيفيكيشن بقى لما نيجي نصنف الكربوهيدرات، احنا بنصنفهم يا اما مونوساكاريد يعني سكريات بتحتوي على مجموعة واحدة او وحدة واحدة من السكريات. مش احنا لسه قايلين يا شباب ان في كحول عديد الهيدروكسيل ركبنا فيه مجموعة كيتون او مجموعة الدهيد، كده بقى وحدة واحدة، كده واحدة واحدة من السكريات، كده اسمه مونوساكاريد لوحده. تمام، لو جينا بقى مسكنا فيه اخوه كده تاني نفس الكلام بربطة بينهم كده اسمه داي ساكاريد. لو جينا بقى اكتر من اتنين، بقى تلاتة بقى او اربعة او خمسة او 20 او 100، بقى اسمه بولي ساكاريد. تمام، بس تمام كده. فهو بيقول لك ان هو بيقسم الكربوهيدرات لمونوساكاريد وداي ساكاريد وبولي ساكاريد. مونو يعني واحد، داي يعني اتنين، بولي يعني عديد. مونوساكاريد المفروض ان احنا بنقسمهم على حسب النمبر اوف كربون اتوم، عدد ذرات الكربون اللي موجوده فيها. لا ترايوز، تراي يعني ثلاثه، ترايوز يعني بتحتوي على ثلاث ذرات كربون، زي الجليسرول اللي هو احنا لسه واخدين مثال عليه، بنحوله لجليسرالدهيد لو حطينا عليه مجموعه الدهيد، بنحوله لدايهيدروكسيستون لو حطينا عليه مجموعه كيتون. في بعد كده اللي هو تتروز، تتروز يعني فيه اربع ذرات كربون، لو حطينا عليه مجموعة لو حطينا عليه مجموعة ألدهيد هيبقى اسمه هو تتروز، الاسم نفسه إريثرو، المركب اللي فيه أربع ذرات كربون اسمه إريثرو. لما نيجي نحط عليه ألدوز نحط عليه ألدهيد جروب هيبقى اسمه إريثروز. لو لما نيجي نحط عليه كيتون جروب هيبقى اسمه إريثروليوز. هناخد القاعدة دي بعدين، بس عشان بس الناس زي ما احنا، لو هو في ثلاث ذرات كربون يبقى اسمه ترايوز، لو في اربعه اسمه تتروز، لو في خمسه اسمه بنتوز، لو في سته اسمه هيكسوز، ولو في سبعه اسمه هيبتوز. طيب على حسب الاكتيف جروب، المجموعه الاكتيف اللي فيه، لو هي مش احنا قلنا ان هو لازم يبقى فيه يعني مجموعه كده بتتحط على الكحول عديد الهيدروكسيل، يا اما مجموعه كيتون يا اما مجموعه الدهيد. لو المجموعة ديت ألدهيد هيبقى اسمه ألدوز، لو هي مجموعة كيتون هيبقى اسمه كيتوز. فاحنا عندنا الكربوهيدرات يا اما ألدوزس يا اما كيتوزس. ألدوزس اللي هي الكربوهيدرات اللي بيحتوي اللي الاكتيف جروب فيها ألدهيد، يا اما كيتوزس اللي هي الكربوهيدرات اللي الاكتيف جروب فيها كيتون. هنا احنا قسمناها على حسب عدد ذرات الكربون لترايوز وتتروز وبنتوز وهكسوز، وقسمناها على حسب المجموعه الاكتف فيها يا اما الدوز يا اما كيتوز. فلو احنا معانا ترايوز يعني مركب فيه ثلاث ذرات كربون وحطينا عليه الدهيد هيبقى اسمه الدو ترايوز، لو حطينا عليه كيتون هيبقى اسمه كيتو ترايوز، وهكذا بقى في باقي الامثله. الدو تتروز، كيتو تتروز، الدو بنتوز، كيتو بنتوز، الدو هيكسوز، كيتو هيكسوز.
هي ما فيش مركبات اسمها كده يا شباب، ما فيش مركب كده كيميائي اسمه كيتو هيتوز ولا كيتو بنتوز، لا ده مثال ان هو هيبقى اسمه كده، يعني هيبقى العيله كده. لكن في مركبات كيتو هيتوز، مركبات بقى امثله على الكيتو هيتوز، يعني في مركبات سداسيه الكربون وبتحتوي على مجموعه كيتون لها اسامي، وفي مركبات وهكذا، مركبات ثلاثيه الكربون وفيها الدهيد، وفي مركبات ثلاثيه الكربون وفيها كيتون، هناخدها بعد كده. ادي ترايوزس، الترايوزس والتتروزس. ترايوزس قلنا يعني اللي فيها ثلاث ذرات كربون تراي، التتروزس اللي فيها اربع ذرات كربون. فامثله على اللي فيها ثلاث ذرات كربون، ادي هنا عندك في مثال على الالدوز وفي مثال على الكيتوز. المثال اللي على الالدوز الجليسرالدهيد، الجليسرول جينا حطينا عليه الدهيد فاسمه جليسرالدهيد، اهو مجموعه السي اتش او. وادي الجليسرول حطينا عليه سي دبل بوند او بقى داي هيدروكسي اسيتون، فده كده مثال على الترايوزس سواء الدوز او كيتوز. بعد كده في مثال على التتروزس، التتروزس في الدوز وفي كيتوز، الدوز اللي هو الاريثروز والكيتوز اللي هو الاريثروليوز. خدوا القاعده دي يا شباب، بعيدا عن المركب الثلاثي، الثلاثي ليه اسم لوحده، هو متسمي كده جليسرالدهيد وده هيدروكسيستون، لكن بقى من الرباعي والخماسي والسداسي الالدوز بيبقى اخره اوز او اس اي، والكيتوز بيبقى اسمه اخره يليوز. الالدوز اخره اوز والكيتوز اخره يليوز، تمام. فاحنا عندنا المركب الاساسي اسمه اريثرو، لو حطينا عليه لو حطينا عليه الدوز، لو بقى الدوز هيبقى اسمه اريثروز، لو حطينا عليه كيتون يبقى اسمه اريثروليوز وبس. انت مش مطالب منك غير ان انت تعرف اسامي بس، مش مطالب منك اي حاجه تاني. فانت لو قلت لك ايه الـ اديني مثال مثلا على الالدوز ويبقى تتروز، او الدو تتروز او كيتو تتروز، لو قلت لك على الالدو تتروز مثلا هتقول لي اريثروز، الدو ترايوز الدو تتروز هتقول لي اريثروز، لو قلت لك مثلا مثال على الكيتو تتروز، كيتو تتروز، كيتو يعني في كيتون جروب وتتروز يعني في اربع ذرات كربون، يبقى اسمه اريثروليوز. الثلاثي لو قلت لك مثلا اديني مثال على ترايوز يكون الدهيد، الدو ترايوز يبقى جليسرالدهيد. قلت لك اديني مثال مثلا على اللي هو الكيتون اللي فيه ثلاث ذرات كربون اللي هو الكيتو ترايوز اللي هو داي هيدروكسي، هتقول لي داي هيدروكسي استون بس. هو انت مش مطالب غير بمثال بس، الصيغه الكيميائيه دي مش مطالب منك حفظ. بعد كده البنتوزس، بنتوزس يعني في ثلاث ذرات كربون، في الدوز برضو وفي كيتوز. الالدوز عندنا ثلاث امثله مش مثالين بس، عندنا الريبوز، عارفين سكر الريبوز من شابتر الدي ان اي والار ان اي اللي بيخش في تركيب النيوكليوتيدات. الديوكسي ريبوز برضو بيخش في واحده كانت بتخش، الدي اللي بيخش في الدي ان اي والار اللي بيخش في الار ان اي، الريبوز اللي كان بيخش في تركيب الار ان اي والديوكسي ريبوز اللي كان بيخش في تركيب الدي ان اي، والدي زيلوز برضو من ضمن الالدوزس الالدو بنتوزس. طب لو قلت لك الكيتو بنتوزس امثله عليها الريبوليوز والزيلوليوز، هو نفس الاسم ريبوز بس لما حطينا عليه الدهيد بقى ريبوز، لما حطينا عليه كيتون بقى ريبوليوز، وهكذا بقى زيلوز زيلوليوز وهلم جر زي ما بيقول. انت عليك بس تعرف الامثله كده بس، اقول لك مثلا سكر خماسي الدو ترايوز الدو تتروز وهكذا، اديني مثال عليه مش عليك صيغه كيميائيه. الهكسوزس عندنا مثال، عندنا الدوزس وكيتوزس، الدوزس زي الجلوكوز زي المنوز زي الجلاكتوز، ده كلها الدو هيكسوزيس. لو قلنا كيتو هيكسوزيس امثله عليها فعندنا سكر الفركتوز. ايه اهميه الكربوهيدرات اللي احنا بندرسها؟ احنا ليه بندرس السكريات او النشويات؟ بندرس النشويات يا سيدي لانها المين سورس اوف انرجي في اور بوديز، هي المصدر الرئيسي للطاقه في جسمنا، بتخش في تركيب النيوكليك اسيد الاحماض اللي هي الدي ان اي والار ان اي بتاع جسمك، نيوكليك اسيد.
وبتخش في تركيب السيل اورجانيل عضيات الخليه، وبتخش في تركيب السيل ستراكشر التركيب بتاع الخليه، تخش في تركيب السيل ممبرين، اخدت السيل ممبرين، تخش في تركيب الريسبتورز اللي المستقبلات اللي بتبقى منشرة على السيل ممبرين، تخش في تركيب الانسجه، بتخش في تركيب الاعضاء، بتخش في تصنيع الجلايكوليبيد. خدنا يعني ايه جلايكوليبيد؟ الكربوهيدرات اللي بتبقى بايند او ماسكه مع ليبيد او انها في السيل ممبرين. بتخش في تركيب الجلايكوبروتين، قلنا يعني ايه جلايكوبروتين قبل كده؟ الكربوهيدرات اللي بتبقى ماسكه مع بروتينات، واللي الجلايكوليبيد والجلايكوبروتين بيكونوا لي الجلايكوكاليكس اللي هو كان بيبقى موجود على السيل ممبرين من فوق. برضو غير ان هي مصدر للطاقه، وغير ان هي بتخش في تركيب الحديد كلها، بتخش في تركيب الفوسفر شوجر او السكريات اللي بتحتوي على ذره فوسفيت زي الجلوكوز 6 فوسفيت والفركتوز 1 و6 فوسفيت. طب الحديد دي اهميتها ايه؟ الحديد دي مهمه في بتخش في تركيبات في جسم كتير زي تركيب ال ار ان ايه والدي ان ايه في جسمك، وزي وبتخش برضه في تركيب الكريبس سايكل، بتخش في تفاعل الكريبس سايكل اللي هو دورة كريبس اللي هو دورة إنتاج الطاقة في الخلية، وحاجات زي كده كتير. برضه الكربوهيدرات كان جيف ليميت، ممكن تدينا دهون، ممكن تدينا بروتينات في داخل الجسم بتاعنا. يعني ممكن يبقى معايا جلوكوز احوله لدهون او احوله لبروتين جوجس منه عن طريق تفاعلات معينة كده هتاخدها في سنة تانية. طب ايه أهمية البنتوزس؟ البنتوزس اللي هو السكريات الخماسية اللي بتحتوي على 5 ذرات كربون، أهميتها ايه؟ زي ايه؟ احنا قلنا في الدو بنتوزس وفي كيتو بنتوزس. الدو بنتوزس زي الريبوز والديوكسي ريبوز والزيلوز، قلنا في كيتو بنتوزس زي الريبوليوز والزيلوليوز. الريبوز والديوكسي ريبوز بيخشوا في تركيب النيوكليك اسيد زي الار ان اي والدي ان اي، قلنا الريبوز بيخش في تركيب الار ان اي والديوكسي ريبوز بيخش في تركيب الدي ان اي. الريبوز برضو بيخش في تركيب الاي تي بي والجي تي بي، خدته اي تي بي اللي هو مركب الطاقة اللي احنا بنحرق الجلوكوز عشان يدينا اي تي بي. الاي تي بي ده مركب طاقة بنستخدمه عشان نطلع طاقة، الجي تي بي زي حاجة زيه كده بالظبط. والهاي انرجي فوسفيت كومباوند دي مركبات بتحتوي على مجموعات من الفوسفيت بتبقى بنخزن الطاقة فيها، يعني لما نيجي نكسرها بتدينا طاقة، هي تعتبر هي زي الاي تي بي كده، اسمها الهاي انرجي فوسفيت كومباوند. برضه في الريبوز بيخش في تركيب الكوانزايم، الكوانزايم دي حاجات كده بتساعد الانزيمات. احنا عارفين الانزيم بيحفز تفاعل معين، زي مثلا لو عندنا A زائد B يدينا مثلا C، يدينا C، في انزيم هنا بيحفز التفاعل ده. الكوانزايم حاجة بتساعد الانزيم ده ان هو يحفز التفاعل، تمام؟ زي حاجه اسمها الناد والناد بي والفلافو بروتين. برضو عندنا الزيلوليوز اللي هو الكيتو بنتوز، ده انترميديت في اليورينيك اسيد باسوي. ده الكلام شكله مجعلص كده بس مش مجعلص ولا حاجه. انترميديت يعني مركب وسطي، مركب وسطي في دوره كده او تفاعل معين كده لاكسده الجلوكوز. لما نيجي نحرق جلوكوز عشان يدينا طاقه، في انترميديت من ضمنهم. يعني انترميديت التفاعلات الحرق والحاجات دي يا شباب ما بتتمش على خطوه واحده، بتتم على خطوات كتير، ممكن توصل ل 10 خطوات و12 خطوه. فانترميديت بقى يعني مركبات بتحصل في جوه التفاعل، لا هي من البدايه ولا هي من النهايه، هي بتتوجد في النص. يعني مثلا بتتوجد في التفاعل الخامس، التفاعل السادس، التفاعل السابع، التفاعل الثاني، وهكذا. أهمية الهكسوزس بقى، الهكسوزس اللي بتحتوي على 6 ذرات كربون، إيه أهميتها؟ قال لك الجلوكوز، أمثلة مثلا الجلوكوز ده المين شوجر في دمنا، السكر الأساسي في دمنا. الجلوكوز كان جيف ليبيد، ممكن يدينا دهون، ممكن نحوله في جسمنا لدهون، ممكن نحوله لأحماض أمينية أمينو أسيدز، أو نحوله لبروتين في جسمنا. الجلوكوز برضو ممكن يدينا سبستريت أو مواد مهمة جدا بيولوجيا زي حاجة اسمها 2 و3 بيس فوسفو جليسريت. ده ماده الخليه بتاعتك بتستخدمها في عمليه تيشو اكسجينيشن، في عمليه التنفس بتاع الخليه. برضو ممكن تدينا الجلوكوز، ممكن يدينا اللاكتيت. اللاكتيت ده مهم جدا عشان الذاكره بتاعتك، الميموري بتاعت البرين، عشان تعرف تتذكر الاشياء لازم لاكتيت. بقول لك برضو ان حوالي 60 ل 75%
اوف اور مور اوف ذا ديلي كالوريك ريكويرمنت انسايد اور بودي ار اوبتيند فروم جلوكوز اوكسيديشن، حوالي 60 ل 70% من الكالوريك ريكويرمنت بتاعنا. الكالوريك ريكويرمنت اللي هو الكالوريز اللي جسمك محتاجها، الطاقة اللي جسمك محتاجها من الأكل. 60 ل 70% بقى بنجيبها من حرق الجلوكوز. أهمية الهكسوزيس، قال لك إن الجلوكوز برضه بنكرر نفس الكلام، هو المين سورس اوف انرجي فور نيرفس سيستم. النيرفس سيستم ما بيعرفش يتغذى إلا على الجلوكوز، عكس الأنسجة التانية ممكن تحرق دهون وممكن تحرق بروتينات، لكن النيرفس سيستم أو الجهاز العصبي بيحرق جلوكوز بس. بيقول لك ابروكسيميتلي تقريبا كده العضلة هيومن برين كونسيومد ديلي اباوت 120 جرام جلوكوز فور برودكشن اوف اي تي بي. مخك بيحرق تقريبا 120 جرام جلوكوز لوحده، مفيش عضو في جسمك بيحرق قد البرين. الجلوكوز از مين سورس اوف انرجي فور سكيليتال ماسل ديورنج كونتراكشن، لما العضله في اثناء الانقباض بتحتاج حاجه سريعه تحرقها عشان تطلع طاقه، الحاجه السريعه دي هي الجلوكوز. مش هتنفع تحرق دهون ولا تنفع تحرق بروتينات لان دي بتاخد وقت طويل، وهي في اثناء كونتراكشن اثناء انقباض عايزه طاقه بسرعه. ولكن الجلوكوز از سورس اوف انرجي فور ار بي سيز اند اذر تيشوز نو ميتوكوندريا. الار بي سيز زي ما خدنا ان هي ما فيهاش ميتوكوندريا، خدنا في درس الميتوكوندريا ان الار بي سيز ما فيهاش ميتوكوندريا. في حاجه ثانيه برضو ما فيهاش ميتوكوندريا زي الكورنيا واللينس. الكورنيا دي اللي هي القرنيه بتاعت العين، واللينس اللي هو العدسه بتاعت العين، الاثنين ما فيهمش ميتوكوندريا. فهما بيبقوا فطالما ما فيهمش ميتوكوندريا ما يعرفوش يحرقوا حاجه، ما يعرفوش يحرقوا دهون ولا يحرقوا بروتينات، فهم محتاجين حاجه تديهم طاقه على طول زي الجلوكوز، او برضو الانسجه اللي فيها ميتوكوندريا بس ميتوكوندريا قليله زي الريتنا الشبكيه بتاعت العين، التستس الخصيه، الوايت بلاد سيلز اللي هو كرات الدم البيضاء، والرينا المظله اللي هو الكليه الجزء الداخلي منها بتحتوي على اجزاء بسيطه من الميتوكوندريا، فبتحتاج الجلوكوز عشان تتغذى. الجلوكوز از فيري امبورتنت ان اديبوس تيشو برضو في الخلايا الدهنيه، الاديبوس تيشو اللي هو الانسجه الدهنيه، عشان يبقى مصدر للجليسرول. احنا عشان نكون دهون، الدهون بنكونها في صوره تراي جليسرول. التراي جليسرول يعني ثلاثه جليسرول مع بعض. السورس اللي بيدينا جليسترول بقى او جليسترول 3 فوسفيت بالتحديد الجلوكوز، هو اللي بيدينا الماده دي، والماده دي بنستخدمها في تكوين الدهون بعد كده. اهميه الهكسوز برضو بنكمل ان الجلوكوز از فيري امبورتنت في السيمينال فيزيكل، الحويصلات المنويه فور فراكتوز فورميشن عشان تكوين الفراكتوز، والفراكتوز ده السكر الاساسي في السائل المنوي. الجلوكوز اسينشال فور لاكتوز فورميشن ان ميموري جلاند، الجلوكوز بنصنع منه اللاكتوز، واللاكتوز ده اللي هو سكر اللبن اللي هو مهم جدا في الغدد الثدييه الماماري جلاند، الغدد اللي موجوده في الثدي بتاعت الست. الجلوكوز از ذا سورس اوف ريبوز ثرو بي بي بي، الجلوكوز هو مصدر الجلوكوز، هو اللي بيتحول لريبوز في حاجه اسمها البي بي بي او البنتوز فوسفيت باسوي. ده باسوي او تفاعل كده بنعمله عشان نصنع حاجات معينه بتخش في تركيب الار ان اي والدي ان اي. ما تشغلوش بالكم بيه، بس عارفوا ان الجلوكوز هو اللي بيدينا الريبوز بتاعه. الجلوكوز برضو بيسبلاي ميني تيشو، بيغذي معظم الانسجه ويز انترميديت اوف تي سي اي تراي كربونيك اسيد او تراي كربوكسيليك كربونيك اللي هي دورة كريبس، يعني تي سي اي اللي هي دورة كريبس، ما تشغلوش بالكم هي اختصار لايه دلوقتي. جلوكوز از ذا سورس اوف انرجي ديورنج فيتال لايف، هو برضو مصدر الطاقة في اثناء الفيتال لايف او اثناء الطفولة، مرحلة الطفولة ومرحلة الفيتال اللي هو مرحلة الجنين، الفيتال هي مرحلة الطفولة، الفيتال اللي هو والعيل في بطن امه يعني بيتغذى على الجلوكوز. ايزومريزم، يعني ايه ايزومريزم؟ بص يا سيدي شيء عشان تبقوا فاهمين الصوره، نرجع للمركب. بص يا سيدي، شايف ذره الكربون دي؟ او هات القلم. شايف ذره الكربون دي؟
ماسكه في 4 مجموعات مختلفه، ماسكه من هنا في سي اتش او، ماسكه من هنا في هيدروجين، ماسكه من هنا في او اتش، ماسكه من هنا في سي اتش 2 او اتش. فهي ماسكه في 4 ذرات مختلفه او ب4 مجموعات مختلفه. دي بقى اسمها اسيمتريك كربون اتوم. ذره الكربون اللي ماسكه في 4 مجموعات مختلفه اسمها اسيمتريك كربون اتوم. تمام، خليك فاكر المعلومه دي، انا جبتها لك على الصوره هنا عشان تبقى متخيلها. نوصل للشريحه بتاعتنا، ادي الايزوماريزم. اول حاجه بقول لك الاسيمتريك كربون اتوم، دي الكربون اتوم ذره الكربون اللي اتاتشد لفور ديفرنت اتوم، ماسكه في 4 جروب مختلفه، فور جروبس او مجموعات. الايزومر بقى يعني ايه ايزومر؟ ايزومر يعني الجزيء يتواجد في اكتر من صوره، يعني هو نفس التركيب بالظبط، نفس المركب الكيميائي، بس يبقى ليه اكتر من شكل. طب ازاي دي بقى، ازاي دي بتحصل بقى؟ ليه كذا طريقه. يعني ادي مثلا، هات لي اي مركب كيميائي من هنا. ادي مثلا يا سيدي المركب ده، الريبوز مثلا، او خلينا في الجلوكوز، خلينا في الجلوكوز. مش احنا قلنا ان في حاجه اسمها اسيمتريك كربون اتوم، يعني الكربون اتوم اللي اتاتشد لاربع ذرات مختلفه من الكربون، او 4 مجموعات مختلفه، زي هنا مثلا دي، وزي دي، وزي دي، وزي دي. تمام. فالـ4 مجموعات دول اسمهم اسيمتريك كربون اتوم. الاسيمتريك كربون الايزوماريزم او الايزومرز دي يعني ايه؟ يعني الشكل يبقى المركب يبقى بنفس التركيب بالظبط، بس يتواجد باكتر من صوره. يعني المركب ده كده بنفس الشكل هنجيب مثلا الاو اتش دي، نخليها بدل ما هي على اليمين نجيبها على الشمال، ونخلي الاتش اللي على الشمال هنا على اليمين. عارف لما عملنا كده، كده غيرنا كده بقى ده مركب غير ده خالص. طيب يا سيدي، ممكن نجيب الاو اتش اللي تحت دي نبدلها من دي لدي. تمام. فالصوره دي صوره ان انا اغيرها من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، دي بتدينا حاجه اسمها ال اند دي فورم في المركبات. تمام. يعني استنى عشان ننزل. شايفين المركب ده، او هات الجلوكوز عشان يبقى الكلام على الجلوكوز يبقى نفس المركب. شايفين ده وشايفين ده، هما الاثنين زي بعض بالظبط، بس الفرق ان في ذرة الكربون رقم 5 احنا الاو اتش هنا على اليمين وهنا على الشمال. لما تبقى الاو اتش بتاعت المركب بتاعت الاو اتش اللي ماسكه في الكربون رقم في ذره الكربون رقم 5 في المركب ده اللي هو الجلوكوز، لما الاو اتش تبقى موجوده ناحيه اليمين يبقى اسمه دي، يبقى اسمه دي جلوكوز. لو موجوده ناحيه الشمال يبقى اسمه ال، اسمه ال جلوكوز. هي مش الكربون رقم 5 بالتحديد، هي لها قاعده كده ولها شويه تفاصيل، بس هي مش عليكم يعني، فمش حبيت اوجع دماغكم بيها. لو حابين تتعمقوا ممكن تقرأوا سعيد عرابي، سعيد عرابي يعني أحسن كتاب بايو، وهو هتلاقيه مفصل في الجزء ده للي حابب يفهم زيادة يعني عن كده. فأول حاجة الدي والال فورم أو الأيزومر، الألدوز والكيتوز ممكن يبقوا نفس التركيب بالظبط، بس واحد بيحتوي على مجموعة سي اتش او، وواحد بيحتوي على مجموعة سي دبل بوند او، بس نفس التركيب الكيميائي بالظبط، وهما مركبين مختلفين. الايبيماريزم بص، الفرق بين الايزوماريزم والايبيماريزم، الايزوماريزم دي بتاخد الذره الاسيمتريك كربون اتوم اللي قبل الاخيره، اللي هي اخر اسيمتريك كربون اتوم، اللي هي بتبقى قبل الاخيره، لان الاخيره دي ما بتبقاش اسيمتريك كربون اتوم، اللي قبل الاخيره بقى هي اسيمتريك كربون اتوم. فهي ديت لو بدلنا الاو اتش من يمين لشمال او من شمال ليمين تدينا ايزومر. الايبيماريزم ده نغير في اي واحده تانية، في اي اسيمتريك كربون اتوم تانية غير اللي قبل الاخيره دي. يعني مثلا في مركب زي الجلوكوز ده،
واحنا غيرنا في الاخيره دي هيدينا الايزومرز، خلينا واحده ناحيه اليمين وواحده ناحيه الشمال. طب لو غيرنا في دي او دي او دي تدينا اللي هو الابيمر اللي انا بقول لك عليها دي، تمام. بعد كده في اللي هو السيس والترانس، ما تشغلش بالك بيهم، هتفهمهم اكتر في الليبد يعني، دلوقتي مش هتفهمهم يعني. بتبقى شكل لو جينا رسمنا كده التشين بتاعت الكربوهيدرات، بتبقى عباره عن سلاسل كده بالشكل ده، ولو السلسله اللي وسلاسل دي بتبقى ماسك فيها سلاسل تانية، لو السلسله ماشيه معاها بتبقى سيس، لو ماشيه عكسها بتبقى ترانس يعني. اجل الكلام ده شويه لحد ما ناخده في الليبت يعني بتفاصيل اكتر من كده فتفهموا. بعد الايزومرز ادي هنا جايب لك امثله، الجلاكتوز والمنوز والجلوكوز بشكل دي فورم، ممكن يجوا بشكل تاني ال ال فورم مثلا او كده. ادي هنا مثلا جايبها لك بشكل ال دي، وادي هنا جايبها لك بشكل ال، ده ال جلوكوز وده دي جلوكوز. بعد كده بيتكلم على المونوساكرايد او الايزوميريزم، نفس الكلام مكرر الشريحه دي. وادي هنا المونوساكرايد جايب لك التركيبه الكيميائيه للجلاكتوز وللجلوكوز وللمنوز وللفركتوز، وقلنا التركيبه الكيميائيه مش عليك فما تحفظوش ولا تركز فيه، ما تشغلش بالك. بعد كده في حاجه اسمها مشتقات السكريات، احنا معانا سكريات، معانا كربوهيدرات، عايزين نشتق منه حاجه ثانيه، عايزين نشتق منه مثلا احماض، كحوليات، وهكذا. فقال لك احنا بنشتق منه كذا حاجه. اول حاجه لو عملنا له اوكسيديشن، لو عملنا له الاكسده هيدينا شوجر اسيد، هيدينا احماض سكريه زي حاجه اسمها يورينيك اسيد. لو عملنا له ريدكشن، عملنا له اختزال، خدتوا اكيد الاكسده والاختزال في الثانوي، لو عملنا السكريات دي اختزال هيدينا كحوليات، شوجر الكحول، كحوليات زي السوربيتول. لو اختزلنا لو عملنا له لو شلنا منه ذره اكسجين، شلنا منه ذره اكسجين هيبقى اسمه ديوكسي شوجر زي الديوكسي رايبوز اللي بيخش في تركيب الدي ان ايه. لو شلنا منه لو ضفنا عليه مجموعه امينو اللي هي مجموعه ال ان اتش 2، استنى عشان اكتب صح، ادي ال ان اتش 2، لو ضفنا عليه المجموعه دي بقى امينو اسيد، دي اسمها مجموعه امينو، بقى امينو شوجر او حمض سكري زي الجلوكوزامين. لو ممكن نعمل استر فورميشن، نكون الاستر، خدتوا الاستر في الثانوي، بان احنا مثلا نضيف عليه فوسفيت استر. ممكن نعمل جلايكوسايديز فورميشن، جلايكوسايديز فورميشن دي يعني نمسكه في اخوه، يعني مثلا احنا معانا مونوساكاريد واحد نعمل له جلايكوسايديشن، يعني جلايكوسايد فورميشن، يعني نكون رابطه الجلايكوزايد. رابطه الجلايكوزايد دي هي الرابطه اللي ما بين السكر اللي هي يونت من السكر، واحده من السكر مع يونت ثانيه او مع حاجه ثانيه. يعني مثلا معانا ادي ده مونوساكرايد وده مونوساكرايد، لو جينا نمسكهم في بعض الرابطه ما بينهم اسمها جلايكوزايد بوند. فاحنا ممكن برضو من الديريفاتيفز او من مشتقات السكر نعمل جلايكوزايد فورميشن. بس دي كده كانت المحاضره بتاعتكم، كنت عايز بس فيدباك عليها، لو الناس فهمت ان شاء الله هكمل، لو الدنيا ما هيش تمام خلاص يبقى اسمها في البايو داتا بقى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.